مبادرة طيبة من وزارة الزراعة بالحكومة الليبية تصل الدفعة الأولى من الأعلاف إلى أرض الوطن، والتي ستوزع على المزارعين بآلية توزيع منظمة وعادلة. الكمية التي وصلت هي 100,000 طن، أي ما يعادل 1,000,000 قنطار، وهذه الكمية ستكون الدفعة الأولى، فهي ستتبعها دفعتان تاليتان. وهذه البادرة ليست بالبادرة الوحيدة من الحكومة الليبية في هذا الشأن، وخصوصا من وزارة الزراعة وفيما يخص الأعلاف، لكي لأننا جميعا نعلم مدى أهمية اللحوم والغذاء بشكل عام، وأهمية الأعلاف للمواطن، وكذلك في ظل الأزمات التي تعيشها أغلب دول العالم. إذن البداية نستهل هذا المؤتمر بكلمة من نائب رئيس الوزراء الأستاذ علي فرج القطراني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الوزراء المحترمون، السيد رئيس اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف، السيدات والسادة وسائل الإعلام المحلية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم، نحييكم تحية عطرة طيبة. يسعد رئاسة الوزراء، وبعد أن أصبح ما خططت له واقعا ملموسا، دليل وبرهان للعمل المتواصل على أرض الواقع، أن نعلم في هذا المؤتمر الصحفي وضمن الخطة الموضوعة موضع التنفيذ للاحتناء بالثروة الحيوانية في بلادنا، لما لها من أهمية للوطن والمواطن. نعلن اليوم الموافق 17 يناير لسنة 2023 جاهزية 100,000 طن، أي ما يعادل 1,000,000 قنطار من الأعلاف الأغنام والماشية جاهزة للتوزيع. والحمد لله متوفر الآن، وستكون رافدا مهما للمربين في كل ربوع الوطن، مما سيسهم في رفع المعاناة عن المربي وكذلك عن المواطن، نتيجة للنقص الحاد في الأعلاف بسبب الأحداث المتسارعة في العالم. لا يسعنا اليوم إلا أن نشكر وافر الشكر وكثير الامتنان لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الوزراء السيد فتحي بشاغة، والسادة الوزراء، وكل يد عملت بجد وتفاني في سبيل أن نكون اليوم هنا لنعلن لكل مواطن ليبي بأن الحكومة الليبية نفذت وستنفذ كل الوعود وفق المتاح والمأمول. ليبيا بلد التنوع الجغرافي، حيث تعد واحدة من أهم المناطق في العالم، أرض خصبة وصالحة للاستصلاح الزراعي، فالثروة الزراعية هي الأخرى مصدر مهم لإنتاج الأعلاف المختلفة
إضافة لبعض البدائل الصالحة للاستهلاك الحيواني، ويمكنها أن تحل محل مكان جزء من علف الحيوانات. لذلك تولي وزارة الزراعة اهتماما كبيرا بإعادة عجلة دوران المشاريع الزراعية المتوقفة، ووفق الله مجهودات المهندسين والفنيين والعاملين لهذا المشروع تحت إشراف وزير الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور يونس العرفي. ختاما نبارك كل الجهود ونثمن كل قطرة عرق سقطت لخدمة هذا الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة التالية لي معالي وزير الزراعة الأستاذ يونس العرفي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السادة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون بأن الثروة الحيوانية مصدر من مصادر الأمن الغذائي وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، وتنعكس إيجابيا على المستوى المعيشي للمواطن والصحة العامة. وقد أوكلت الدولة مهمة تنميتها والحفاظ عليها لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص. أسمحوا لي بأن أتقدم الشكر والتقدير لسيادة المستشار رئيس مجلس النواب الليبي والسيد رئيس الحكومة الليبية ونوابه الكرام الذين كان لهم الدور الكبير في تسديل الشعاب من أجل توفير الأعلاف لدعم المربيين وتحملهم المسؤولية تحقيقا للمصلحة العامة. كما أشكر السيد محافظ بصرة في ليبيا المركزي وكل من ساهم في توفير الأعلاف. كما يسعدني في هذا اليوم المبارك بأن أتقدم إلى كافة المربيين في ليبيا الحبيبة بكامل احترامي وتقديري، وأعلن بأن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للتوزيع على مربي المواشي والأغنام في كافة مدن ومناطق ليبيا. وبما أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية قد قامت بتشكيل لجان من المختصين للتأكد من المواصفات القياسية، وكذلك التأكد من الوزن المتفق عليه في العقد، وهو 50 كيلوغرام للكسر واحد، وبعد مراعاة شروط الجودة ستقوم على ثروة اللجنة المشكلة من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية باستلام الأعلاف، ومن ثم سوف يتم تسليم الأعلاف إلى اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 22 وفق الكشوفات والسيادة بإعداد الثروة الحيوانية المعتمدة والمحالة من منسقي قطاعات الزراعة بالبلديات إلى إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، والتي تمت إحالتها إلى اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف. وفي الختام، فإن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية قد حملت على عاتقها مسؤولية توفير الأعلاف للمربيين رغم المعوقات التي واجهتها وتحملها المسؤولية، وذلك لتحقيق المصلحة العامة. سائلين من الله العلي القدير بأن يعم على بلادنا الخير والصلاح، وحفظ الله البلاد والعباد. الكلمة التالية لرئيس اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف الدكتور حمد المريمي. بسم الله، السلام عليكم. حقيقة بداية أنا أود أن أنوه أن هذا العمل وصولنا لهذه النقطة هو ما كان ليكون إلا بعزم وتفهم
السادة أصحاب القرار في الحكومة الليبية. لقيت هذه المبادرة دعم بداية من السيد مستشار رئيس مجلس النواب والسيد رئيس الحكومة والسيد نائب رئيس الحكومة ومجلس الزملاء والسادة الوزراء مجلس الوزراء، وبعرض السيد وزير الزراعة تم الموافقة على هذه المبادرة اللي حيكون لها كبير الأثر والإسهام سواء على مستوى الأمن الغذائي أو حتى على مستوى الجوانب الاقتصادية. السادة اسمحوا لي فقط أن أعرج على جزئية مهمة جدا، أن هناك معطيات هامة جدا أدت إلى تبني الحكومة الليبية لهذه المبادرة. أولا لا يخفى عليكم أن الثروة الحيوانية هي أحد سلاسل إمداد الأمن الغذائي على مستوى البروتين الحيواني. لا يخفى عليكم أيضا أن نراه نسبة كبيرة من احتياج السوق المحلي من اللحوم الحمراء هي تغطى من الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن الثروة الحيوانية تمثل مورد اقتصادي هام جدا ومصدر للدخل سواء بشكل مباشر للمبتهنين أو حتى عن طريق القيمة الاقتصادية المضافة اللي هي ناتجة عن عمليات التداول والنقل والتوزيع أو الصناعات المصاحبة. جزئية أخرى مهمة جدا، جزء من موروثنا واهتمامنا كجزء كبير من الشعب الليبي بعملية تربية الحيوانات والاهتمام بالثروة الحيوانية. أيضا السلالة الليبية الموجودة وما تعرف بسلالة البرقي، هذه السلالة اللي تكونت عبر الزمن في هذه المنطقة الجغرافية وتميزت بمقاومتها للظروف الجغرافية الصعبة والمناخية الصعبة ومقاومة الأمراض، وتميزت أيضا بجودة لحومها وإنتاجها بكل تأكيد عندما تهددها المخاطر وتقلل من إنتاجها أو تهددها المخاطر قد تصل إلى حتى اندثارها. هذا واجب الحكومة الليبية إنها بالفعل تقوم بعمليات الدعم اللي الآن نحن الحمد لله وصلنا الكميات جاهزة، حنشرح في التوزيع حسب الإحصائيات المعتمدة بالآلية المناسبة لتضمن وصول الكمية لمستحقها. بكل تأكيد أنا أكرر شكري لكل من ساهم في هذا العمل ودفع به ووصلنا إلى هذه اللحظة اللي هي بإذن الله حيكون لها مردود إيجابي على مورد اقتصادي هام من موارد الدولة الليبية.